الشعر. وصلت قدام زين. يلا اخوتي البحارة. اخوتي البحارة السلام عليكم. انا كنا عبد الله كاين حجر كبير من التحت ياك؟ يا ترى صرت عرفت رايقله هذه. هذا هو المشكل. هلا من العارية. اتصايب الخفيف هو الاول عاد رجع درقع عاوتاني. الحد ولا فكرة؟ صعبة فكرة عامرة فكرة. تصبح بزاف هذيك كلها. تشوف دابا كيفاش ولات الشيء. تخبطوا. وكم تأكد من هاد الشيء صفا كرايان؟ ما كتشدش الحوت. وانت قاعد ابقي الخفيف كي غلقي الناقة ما عمرو غيتناقى. هذيك عالية عبد الله خليه. حاول عام مابقاش تحرك بزاف اصاحبي باش ما يطلعش يديك. يلا اخوتي البحارة. وايدي. وعند الحجر واعر هذه يا ودي. واخطا ضروري. عمارة الصفا كرينا رضوان ياك. أصب عليك على كرين. الله عليك. وسط دم الله العودة عبد الله في الوسط. Thank you.
عليش بزاف عبد الله. شوف اجي على الجهه هذه هو كيطيح في الطرف عبد الله هنا تما الممشي هذه الجهه هذه شناهي بالله ضرب الشويل ديال ويا ترجع أنا فيديو جوال ولا لا شو كم صوبنا يا يلا سعد الله يلا سير اخوتي البحارة سير باش نوريو المشاهدين كيفاش نصيب الحوت كيفاش نقبضو السمك يلا سي عبد الله سير دوان ما عندوش الضاوي عبد الله واقيلا ياك ولا فيها؟ لا ضاوي هذه بلي زيرنا هذه دابا الحجر هذاك يمشي وحنا كنتقلعوا على هذاك فهمتي؟ الصوت خفيف عبد الله يتقال مزيان اصلا حجر كبير ماشي بحال هكا اصلا بلي لاصق في الارض هذا واحد فيها خفيف بزاف هذه ماشي بحال هذيك المره اللي نصبناها ودي اللي ما جاش خفيف ديالها ولا الحجام ما عرفتي دابا حتى الباء مهاد ما كاينش ديك الممجد فهمتي كيفاش ولكن خصك تدق لها العدو دع ليها عبد الله ما كيناقص داكشي اللي نقولو ناقص يا هو فيها دوفيز عبد الله صدق عمل الحجار تما كبير في هذيك تما كاين الماء مجهيد تما بحال هذيك رضوان ولكن باقا زوينة الشبكة ودي خمام والله إلا واعرة الشبكة إن شاء الله بحول الله علاش يتقوا هذا الحسن بلا التاشر ما يتقوش بلا ساق حيت كيهبط مجهيد لا هبط على التاشر هبط على ظهر ويلي هاي جوية في دوفيز هاي ما يتقاوش ما يوصل التاشر كيهبط على ظهر هاي بصح فعلا أما إلا هبط هيدا يشوفه اللي هبط هيدا ويا خاصة دابا القمرة كيشوفها هادي كارطوا اللي مزيان ديك الحجر ديروا ليه في الشرشره في الماء اللي مجهد هذا
طبيعة خاي ما تخممش. ان شاء الله داكشي اللي بغينا، ولكن عمل لي عبد الله العود ضروري شويه. سمعتي عبد الله؟ ضروري يا صاحبي، دق لهاد العود هذا وعليها شويه. ولكن خصك دير لي ندعم الحجر عبد الله ليه، سوقي الحجر في الطرف ليه. لا واخا يبقى عبد الله، واخا يبقى مرخي ماشي مشكلة صح. لا بالعكس، وما داري له الحجار تما. ليا نصبها ايه يا عبد الله يا ودي المشروع بالي قبات شي شحوت هذاك. باش لقيت لك حجر اخ عبد الله لي زاخشي معلم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يرحمنا وصافي امين يا ربي العالمين. اخواني اولا السلام عليكم ورحمه الله، بغيت نشارك اليوم معكم واحد الفيديو زوين. مشينا صيدنا الحوت اخوان، ما نساوش اشتراك في القناه، الله يجازيكم بخير. ها اولا كنمشيو كنقلبوا على ديك الحناش، ها هو فين غالبا كيكون في ديك الزباله اللي كرموا فيها الغبار ديال البهايم موجود فيها. ها هي ها هما فين شتوهم، هاهي الإخوان. أنا منصو ديك القريعة ولا نعمروها على حساب الكرود اللي عندك، غنصبو حنا بالكرود، والكرود فيه غنصبو كنصبو ما يكون الواد مخوض، يعني ما يكونش صافي باش كتشدو. احنا كنقلبوا على هذيك الحنش، هذا الحنش عزيز عليه الحوت، الحوت عزيز على الحنش. يا الاخوان ها الواد فينو، حنا جينا ليلو. انتو شفتو الواد مخوض مخوض مرة. وبالنسبة للكروت باش كنصوبوهم اما بالقنيبة ديك الرقيقة ديال السبيب، ديال الطريف
لا تقدر انت من فوق دير طرف ديال السبيل كدير سنارة بشوية كدير سنارة بشوية كدير سنارة يعني حتى 15 متر ولا 10 متر على الود كيكون بلاص كدير 15 متر كدير فيها ديك السنارة كتعمر هاد الحوش كتعمل لها شي عاود يعني في الطرف كتعمل لها حجرة في الراس يعني مي كدير لها ديك الدود كتزعدها في الوسط يعني في العشية هادشي كنصاوبو في العشية مي يقرب العشية غنمشيو حنا نسبو الصوت ديال المواعد هانتوما الاخوان حنا نصبوهم هاهما الكرش تيط ولي مكيبانوش مع السبيب راه فين الله يبان شوية احنا هنا دايرينها بالسبيب السبيب غليط شتي ودايره حجره يعني مربوطه من الطرف الاخر ها انت ها هما فين شويه الى لاحظتوا غتلقاو هذيك الصنانه كاينين تحيا سي سعيد سي سعيد عزيز عليه يعني راه بروفيسور فاتش انت مشات هيا دابا نصبنا الكرود البارح ان شاء الله باذن الله جينا الصباح نزوروه واحد عندي هنايا واحد فيني واحد ينامل التراب خصني نجي الصبح بكري ضروري انا من تجي الصباح اجي واحد طير ديك الجلمه ولا شنو سميتها ايوا بعد ما جا السي سعيد هو يجي هو جاي ونجيب له هذا الكردة الاولى هذه ديالها هاي شوف تبارك الله يا خا صغيرة هيا مشي غل شتي ديك الحجرة كتبقى فيها او كيدخل هي معقوده تمك والطرف ديالها راه له والطريقه ديال الجبد شفت كيف كيجبدوا ها الطريقه ديال الجبد الاخوان لاحظوا مزيان يعني كيحني عاد كيجبدها وشفت بحال هذا تبارك الله قداش هذا يعني كما كان الواد مخوض و مقبض كتار يقول باقي بالراحة ها شتو باقي بالراحة باقي يفركل هذا هو الحوش جيب ديك الساك جيب الساك جيب الساك هاك شوفوا الحوت قداش ما شاء الله باقي نشوف هذا الحوت النهري هذا العيال كيجيو مع باهم كيشوفو داكشي منظر زوين صباح كريم هانت شاشي الناس حاجة شكرت مازال غنقسمو ان شاء الله مع الدراري او يجبد اخرى
بحال هذا مزيان. فليه يجي يلعب عين ولد الذين. ياكو باقي ولا حاصل. كبير اخي هذا كبير هذا كبير. فرحت انك هكا. يا حوتة زوينة. يا حوتة زوينة. بعد ما جبتو للتراو كيف ركل؟ شم جا شم جا شويلة شويلة. وتلحقتي الى عرفت تصوبو يا ما شاء الله كي كيجي. يعني دير له ترمولة وكدا وتخليه واحد اليومين ولا ليلة كاع ترمولة يجي. يا سلام. والاخوان السلام عليكم وشكرا. فيني احسب العيوش واحسب العيوش اش تاخذ الله العذاب صرح في الله الا صرح في الله يا فوار. والاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاد العيد خصها تحفر راه فيها ربعه ديال التواور كيسخو منها ما فيهاش بزاف. الا كان شي محسن الاخوان ولا حتى الجماعه يعني اللي تعاونوا بيناتهم يحفروها. ولكن غنسيب واحد المشكل اللي واحد 75% غيعكسوا الامور غيقول لك لا ما خصش تحفر شحال من حاجه حفرناها ومشات بديك الدليل ديالهم ديال الخاوي ديال الفلسفه الخاويه الا حفرناها غيمشي منا الماء. هادي عا كلام ديال الزبل صراحه كلام ديال الزبل. اللي بغى يحفر اخو ديال العين ويدير الاجر راسو والخير في راسو راه واعر فيها الخير ديال الماء. والله الا فيها الخير ديال الماء حنا نهبطوا ليله وغتشوفوها يعني. ولا زاد تحفرت غيكون الخير ان شاء الله. وانتم غتشوفوا الفيديو كامل وبرطاجيو هذا الفيديو قدر يوصل شي واحد يعني شي محسن شي واحد ولد الخير يدير الخير. حنا عارفين الدوار غنسيبو واحد 75% اقسموا بالله الا كيعكسوا كيعكسوا مهندس لا حول ولا قوه الا بالله. لا سير فوق منا خي مهندس كيقلب الماء مهندس مزيان الله يعطيك الصحه منعم. هذا مهندس انتم تشوفوا كيف العود الماء باقي لا حول ولا قوه الا بالله. غنسيبوا الناس معكسين مهندس خاطر مسكين العام اللي فات بغى يحفرها قالوا شي واحد لا هذا عوده لي انايا واحد السيد السيد مهندس كل شيء هو يخلص من جيمه قلبي شي جوج دراري حيت هي مسيمه من تحت يعني ما كان يحفرها كان يغلب عليهم الماء. وهذا الشيء شحال هادي والماء هبط يلا فيها واحد 4 متر ضربها واحد فوق فيها جوج عفوا يعني جوج فوق يعني زدت واحد 4 متر غيكون فيها الخير ان شاء الله. المهم تحياتي كدا مزيان الله يحفظك ويد الله مع الجماعه. هذاك اللي كيقول لك غيمشي منا الماء واعر اصاحبي شتي كلام ديال شي واحد ما كاينش. والاخوان اللي بغا يدير الخير الله يجازيه بخير. وبغى الانسان تعاونوا بيناتنا نجمعوا شي بركه ونحفروها مرحبا. حنا هاد الفيديو هذا نسيتو غنتوما نطلعو الماء الموضوع نخويا غنصفيو كاع يعني اليقين وصدق. واللي بغا يدير الخير اخوتي الخير بينا وشكرا للجميع وتحياتي لكم. رجعو في الفيديو كلو غتشوفو شنو كاين من الاول حتى الاخر غتشوفو فوارها من كلها غتشوفوها بعيناتكم. السلام والسلام عليكم. لا هذاك عندك شي يا البروده يا باردين يا خويا العزاء والعزاء. هذه هي العيب قلت لها هي كيف جبت سقف احسن بالعيوش. فيني احسن بالعيوش واحسن بالعيوش اش تاخذ الله العذاب صرح في الله الا صرح في الله. هاي فوارة الاولى فوارة الثانية هي من الارض طلع هاي فوارة مين هاي فوارة طلع من الارض هذه علاش باش خرجت والله الا طلع من الارض فوارة واعرة يا صاحبي.
ها؟ أنت تقوى يا الله. ما شاء الله الله. اسمع. أنا عارف. أي فراسنا هذه؟ هاي تبارك الله فوار هاي الإخوان ها. وأحسن بالعيوش. واجد. فوار هذه خصها تحفر أصحابي هاي. أي بس في المشي تبارك الله هذه صار إن شاء الله إلى الخفين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله الله يبارك يا ربي. ها؟ في 400 متر وهذه ايش متر وهذه الفوق؟ هذيك متر فيها فوارة واحدة. الفوق ما كاينش هذيك الفوارة مشات الثانية هي مشات مابقاش الثالثة الجارية هذه مشات. الفوارة هذه عجبتني أنا يا صاحبي ما شاء الله والله فوارة واعرة هاي هذه بالكو كثر من هذيك تبارك الله. كمان كمان ماشي قصبة جيب تبارك الله نكنس هذه الفوارة تبارك الله الله يسخر يا ربي أربع دواور يا خوتي أربع دواور خلينا نكيسو هذه خلينا نقلو فيها خي خلينا نخش نشوف فيها بيبي شي مقزية خلينا مقزية شي ما يجيش ها فوارة أخرى ها فيكت يعني هذه راه مسقفة الدرب نكسوها إن شاء الله يربي فيها بارتو تبارك الله يا ربي يسخر حفروا العين يا صاحبي حفروا العين بالمسمار هي الضحكات يا اولمن يا 2023 الضحكات يا 2023 يوم اشي مسمار مزيان هذا هذا شي بيكون شي حاجه هذا شي بيكون مقا ولا شي حاجه كيف الجعبة كيف الجعبة؟ أنا الجعبة راه الجعبة هي الجعبة هاي. أنت لا شيء صل حجر. صل حجر أخي مني. ضرب ضرب صاحبي قول بسم الله وضرب كو ضرب قول بسم الله بسم الله خي مول عام كو ضرب قول فيه شقي فيها بسم الله قول بسم الله وضرب كو ضرب قول بسم الله وضرب بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب ما باردين يا خويا تقول شي ما يخون ايه هي الضربة يا ولد حلو سير تعمل الحظ من الحظ من الحظ سير مير لي نزل واش حلو ضرب ضرب لي هيدا منين الطاقه صعبه الى من اللي دعوه اليوم واحد الصباح ضرب صعبه انت مسمع حولته يلا مش نبي نعاود مش يلا شغل طلب الصباح يلا ان شاء الله يلا بلا بلا قبل شوي هلا اخونا قام نسمع العواج نصبح ولا نضرب ودي خلينا نلعبوا لا ضرب ولا هنا صافي صافي عليه صافي عليه الرزيل يتقطع من الرزيل مشى المسمى صافي ضرب لي لا هنا خي محمد لا هنا بطلع الارض هاي هاي I'm not going to do that.
اسود هذا هي مثلجي هذا غير ما يعملوا المطر ايش حجر حيد ومخور Thank you.
كثير عازل. طيحوا لك الدراري بالله. مساء الخير. الله يبارك وجهك. مصيب نقص. انت تصور. هذا نقد سيب واحد واحد يريد يمر فيني وامس نقد بس هذا نقد لا فين من 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 سيرته صار كذا بيرن بس هذا والله في زي شريعة اخر وين هنا؟ هو من؟ ندري يعرف وين اخذته. نقز يلا كان. ما بصيت؟ يلا كان حاسس. هو شد. وحسن هو حسن يلا هو يلا في واسطة كويرة اشكرا في وجهي يلا كويرة ما هو جاء ما كويرة لا جسد اه لا ما ادري صغار ما اسخي حسن الله لا ادري صغار والله ايش انت خلي الممزيانين ويمشي لهذا اطلع ادوي نق تعدل يا رفيع عطونا يا مزيان في الاشكال النقاش يا شباب يا شباب يا مصير مصير يا شباب انا يلا حمد من ما عرفتش واش زاد ها؟ ما عرفتش واش زاد ها؟ 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 ها
أمبرد. ولا نقص أيضا هو شبر حي سندلة حي سندلة ميجي. نقص لا نقص لا ينتج يعني يضعنا. قالك عند قلب ضعيف. قالك عند قلب ضعيف. أنا عمر على الخال أنت. خذ وش أنت عمك. السوق. مش ذوق قلب. دي من المسكينة غمروا شو يا ربي نقاش يا الديب كمان أطموك أسقط هذا هذا يبلع عيب الله هذا أنا الشيطان أسقط هذا لا فينا قزة الدرية هذا واعي هذا 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 أمسخ ليلى معلم قالي قال لي ها قالي ها ما علينا
شري لا كيرم موس ابي 20 درهم تاعي يسالي لي خير دادا من هم شنو؟ شنو شي حاجه؟ زوينين هادو خايمين شريها شحف اير 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 تركي أبو عبد الله جلال مهندس شوف